بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابن دي وجه اجكم لتافي ما لم يا مغنا اكن الاصل الاول يجي معرفه الله شيني دي معرفه الله زا اكو بينا اكا وانشا اكا وانشا وجزاه الله خير ادل ادل دليلي. دليلي. شينا النبي الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله. شيكاشي كنوبا فشوكي معرفه دين الاسلام بالادله. سنن الدين الاسلام ده دليلي با, با دليل قال وهو الاس الاسلام لله بالتوحيد. يعني كسلم وقال لك كا ايتاشي كما كسلم والانقياد له بالطاعه كما كبيشي. تنقاد كأن الله يجيسو عاك دام دام داما هاقو هاقو كمان آية القبلة تسكو وما جاء عن القبلة التي كنت عليها إلا نعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وانا دي قوتي ودن وانا فتنة شيء عظيمة مجرمة أزامنا نن دا سهبي يهود سكة سنين وانا واسنيني يوم أشياء ما شيء أشياء ما شيء كو أدا كو أصلا يهود منافقية بس ويجيب إنا أروانكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أشي ما الماجرين الماجريما كي تنتهي كاس أكان غسي أكان كي مي زير جيما ما مالن كي جي خلاص أشي ما مالن شيء كنن كاس ما مالن ندك غسي أم مالن نكراتن كن زيرونا أم كي ميني إن جاه يني كراتن كذا أغاني الأصل الثاني معرفة الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله كما أني وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافية, نافية جميع جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إلا الله مثبتا يقال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني ولم براء دي الولاء البراء في عقبه ونزك بيوشي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كلك الدين كي برنتلك شركة إن إبراهيم ها كان أمة إن إبراهيم كان أمة غني حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين يعني دو إن كدوبا زغني الله إن ذكر إبراهيم زغ يونشي وشركا بايا دن أشان آل عمران يهودني قوة إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا قبل انت قل يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما أنزل التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون كان يزو باب التوراه بده يزو باب التوراه والانجيل بكو بسنا شيء ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون سنجي ما كان ابراهيم يهوديا ونصرنا الايات سبحانه وتعالى وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل الشهادة أن ودليل أن ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر يعني كي طاع أبن ما أمرني صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وتصديقه فيما أخبر أبن ده النبي بعد الأبالي كيدا ككسه وكنت أجي بس أهم شيء وانا أبن النبي أفد إيشي بفد إيشي با أنا كوا انت ما لم يتكي سبينا أبن ده النبي أفد أبن ده النبي أفد آبا ستاتشي كريد ده أكامي سكفا قس كيد صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر أبندا ككوتشي وأبندا يهنا كما يسأوا أكي زجره يمكس سأوا ككوسي كذا ككو وأن لا يعبد الله إلا بما شرع بزاء بوتا وألا با هيدا ابنده النبي صلى الله عليه وسلم يشر أنت تَهَنْيَدَ ألا يمين إذني ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة السورة بينة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آل عمران ونن سنة دليل دم لن يكاو ما من أركان الإسلام ننكما جبا زي شكا سوران من زي شغا مراتب أبن سي إسلام سي مراتب الدين يجي أول شيء الإسلام بعدين الإيمان سنة يكاو الإحسان ينزل

he Allah ya mai taufiki ma da aiki da ita dan akwai da sun gane gaskiya kuma tsoron wa'ansu ya hana su aiki dan wani abu da yake sa ma duniya kadan ko ta da wa'an suna karba mai gida ko suna bashi cefane ko suna taimaka shi a wani guri ko na samun dai fa'ida ta duniya abun su ya ga dane gaskiya ga gaskiya kada gani in kana da shi kana zance da shi ka sanya ya sani amma daga ya ga wa'an su ya hauka ya zama shi kaman ba bana ba ya zama tsoron su yake tsoron zuciya sai ya ce ba kar a ce ka ya bi gaskiya irinka dan akwai masu tare hanya

دم الدين أبو ديني دوس إبيني دوس إن شبه دوس إن شهوة يك هنا متاني دوس فكر من زوجين سب الله الله زي ما كي مفكر في شبه مفكر في شهوة كم فكر في شهوة زك إياه دك هن كداي جازك إيه أما شبه هي كاي كرتو أما كذا كرتو دولا أدل مياكا دولا كي كرتو دم كفوتا أما كذا كرتو بقى فلشي ودم الله يجي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير